Hell yeah, it's the MTL. I got something to declare. I ain't bullshitting up in here. I ain't fucking around, I'm just asking a question. شو اللي صار بالفن؟ كأني العالم جن اللي إله واللي ماله هلا عني فن فن غبي طلع من العصر الحجري عن يتمدن بس أنا واقف هون لأضمن إنه يتعفن ميمي وفي فرورو ولا تنسى لي دندن واللي اسمه ساندي بالحقيقة اسمه سوسن ما راح اسكت راح ضرني كلماتي سكاكين عرقاب مسخرتن رايح رجعهم تنسنسن بعد ما تصاحب المنتج بتقله ممكن صير عندي إلا طريق الفن سهل مو لازمة كتير تصويج بالشقفة والقشة منتج كبير وإذا في شي بس عندك نعمل له نفخ وتعيير وإذا بدك الناس يقولوا عاغنيتك عزيزة بتعني مثل هديك اللي بيّنت وبفنك الحلو مو بجسمك الرخيص بتروحي وما بدك حتى ما بتلزم فيزا لا عبرني بالناس ولا بيتي من إزاز فشل الألبوم بالأخير بيت الفخر واعتزاز رغم إنه الفيديو كليب كان طالع فيه كتير اشتغل الابتزاز أنا اتصلت بصديق آخر لس عبدا مع هاد لك في غيره بصير رفيقة شو هالعقدة ما هي قصة رقدة صدقني يا صديقي ما بتهدي ولا دقيقة ما عم جيب شي من عندي بس هي الحقيقة شفني شو بريئة يا لما بتذكر بيا والعير وبتشكر شقيقة كيف لما كانت صغيرة عالرقص علمها العمى شو هاد لك قرون للسما إذا كان هيك صار الفن على كل شي حلو ما بينسمى Yeah. والأحلى إنه يوم ورا يوم عم بيزيد وبيطلع تعفيس جديد والفنان الحقيقي ضايع بيضل بيقول وعيد يا خسارة انظلم الفن بهالأيام صار اسمه تجارة يا خسارة كان يعتمد على الإحساس هلا ما بيمشي بلا فزلك وإسارة بيوم كنت سهران كفرت وشغلت التيفي فيه شو هاد لك شو العب يطلع فيه شي بخش لي داني عن جد وخلالي رأسي وز واحد لابس العدة طق وبلاك ما بلاك كولاك ما مطلع كم صبية ليش قاعد بتهز هالشي طني فعلا اني طالع فرد الطز واحد ورا واحد بلشت اقوس فيهم يضربوا باشكالهم بهالاغاني ومعانيهم العالم انطرشت بس يا الله شو عاميهم كل واحد بيطلع بيقول بده يصير فنان وكل المقاييس الفنية بتقله فشر بس طول بالك يا حبيبي انت كلك نظر اذا معه عمله بيصير لو كان امله ما الفن هلق صار شغلة اللي ماله شغلة ومن كترة السميعة او من ذكاء البشر بعد شهر شهرين ما بتلاقي الا شهر هلق صار شغلة صار قصة كبيرة وانا من عندي اكد له انه كبيرين قاعد عم تتشرط بدك او ما بدك ما بتشرب الا دايت روح الله يرحم جدك كنت تتمنى تدوش هلا بدك جاكوزي كان يحلم برقوش صار ما بيقعد غير مع سوزي ما عرفته ايه هذا هو هذا هو اي اللي طفى القوة خلانا على الفانوس اللي بعمره ما حكى مع بنت بالفيديو عم بوس يا الله خلصني هاي مو قصة عبرة هيك نهار عم بتصير باختصار هذا اسمه كابوس يا خسارة انظلم الفن بهالايام صار اسمه تجارة يا خسارة كان يعتمد على الاحساس هلا ما بيمشي بلا فزلك يا اسارة Shit what happened to art for God's sake people damn it man all respect to all great artists I ain't generalizing up in here right it's the MTL from SYR ALP yeah Boom, 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 that's it.